وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعه مناطق الاستكشافات الجديده للغاز الطبيعي والبترول سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطات المضافه من الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروه المعدنيه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه جهود الدوله للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعه مناطق الاستكشافات الجديده، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر. وتعظيم الاحتياطيات المضافه من الغاز الطبيعي بهدف تلبيه احتياجات السوق المحلي وزياده التصدير لدعم الناتج القومي وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثماريه الحاليه والمستقبليه للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقه العالميه وباجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار حيث من المتوقع طبقا للنتائج الاوليه الحاليه ان يسفر البحث عن اكتشافات واعده من شانها ان تدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن ترسيخ مكانه مصر كمركز اقليمي لانتاج وتداول الطاقه مؤكدا ان انشطه البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ واعراف القانون الدولي واتفاقيات الامم المتحده الحاكمه لانشطه اداره الدول لمواردها الطبيعيه اعالي البحار واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج الصودا آش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودا آش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة. الى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالاضافه الى توفير فرص عمل جديده